السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التفاح الجزء رقم 2. تحتوي كل تفاحة متوسطة الحجم مع قشرها على 182 جرام بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية. كل تفاح متوسط حجمها هيكون 182 جرام بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية: السعرات الحرارية 95، الدهون 31%، الكربوهيدرات 25.3%، الألياف 4.4%، السكر 18.91%، البروتينات 47%. خل التفاح صدر. خل التفاح يعد أحسن أنواع الخل، وهو مفيد في حالات التسمم الغذائي، كما ينفع في علاج الأوراق بأخذ 3 ملاعق صغيرة من خل في نصف كوب ماء وملعقة عسل. نصائح مفيدة: يفيد التفاح في علاج أصابع القدمين المتورمة والمحتقنة من برد الشتاء، وذلك بضبط تفاحة مشوية بقشرها وهرسها ومزجها مع قليل من زيت الزيتون وتغطية الأصابع المصابة بها الشاي المصنوع من قشر التفاح المجفف. يفيد في نزلات البرد، كما يستعمل عصير التفاح كدهان للمحافظة على نضارة ونعومة بشرة فواء، ويفيد التفاح أيضا في تقوية الأسنان. هناك أكثر من 7500 مستنبت معروف للتفاح. يتواجد مستنبتون مختلفون للمناخات المعتدلة وشبه الاستوائية، ويعد البعض أكبر تجمع لمستنبتي التفاح في تجمع الفواكه القومي في إنجلترا. تستنبت بعض الأصناف لكي تؤكل طازجة، والبعض الآخر خصيصا للطبخ. صنف ثالث يستنبت للإنتاج العصير. ورغم أن التفاح المستنبت للعصر نادع جدا ولا يمكن أكله طازجا، فهو يقدم شرابا بمذاق غني لا يقدمه التفاح الحلو. أصناف التفاح الرائجة تجاريا لينة لكنها هشة. تعد الصفات المطلوبة في التفاح المستنبت تجاريا: غني اللون وسهل النقل وطويل الخزن ومقاوما للأمراض. وده شكل تفاحي نموذجي وطويل الجذع للسماح للمبيدات باختراق أعلى الفاكهة وشعب النكهة. يعد التفاح الحديث عموما أحلى من المستنبت قديما، لأن الأذواق المحبوبة للتفاح قد تغيرت بمرور الزمن، فمعظم سكان أمريكا الشمالية وأوروبا يفضلون التفاح الحلو دون الحمض، لكن التفاح اللاذع لديه محبون قليلون. التفاح الحلو جدا الخالي من الطعم النادع شعبي جدا في آسيا والهند. الأصناف القديمة من التفاح غالبا ما تكون غريبة الشكل ومتنوعة في الملمس واللون. يجد البعض أن الأصناف القديمة نكهة أفضل من الحديثة، ولكن ربما تواجه الأصناف القديمة مشاكل أخرى تجعلها غير قادرة على البقاء تجاريا، مثل العائد المنخفض، سهولة المرض، أو التحمل الضعيف للنقل والتخزين. ولكن هناك أصناف قديمة قليلة ما تزال تنتج على نطاق واسع، ولكن الكثير قد أبقى على قيد الحياة من قبل المزارعين في الحدائق المنزلية والذين يبيعون مباشرة إلى الأسواق المحلية. هناك العديد من الأصناف الغريبة والهامة محليا التي تحمل نكهات ومظاهر فريدة، وبدأت حملات حفظ التفاح في جميع أنحاء العالم للحفاظ على هذه الأصناف المحلية من الانقراض. توجد المملكة المتحدة أصناف قديمة مثل كوكس أورنج بيبن ما زالت لديها أهمية تجارية ولو كانت منخفضة الغلة ومعرضة للأمراض بالمعايير الحديثة. في البرية ينمو التفاح بسهولة من البذور، ومع ذلك مثل معظم الفاكهة المعمرة يتكاثر التفاح بلا تزاوج من خلال القطين، وذلك لأن تفاح الشتلات مثال على اللواقح متباينة الصبغيات، فإنها بدلا من وراثة الحمض النووي لإنشاء التفاح الجديد تنمو بشكل مختلف عن الأسلاف وأحيانا بشكل جذري. معظم أصناف التفاح الجديدة تنشأ كشتلات، إما عن طريق الصدفة أو عن طريق الخلط العمد بين الأصناف الواعدة. تدل كلمة الشتلات أو بيبن أو النواة في أحد أصناف التفاح أنها نشأت بوصفها شتلات. يمكن التفاح أن يشكل براعم أيضا طفرات على فرع واحد. تتحول بعض البراعم إلى سلالات محسنة من الأصناف الأصلية، وتختلف بعض البراعم بما فيه الكفاية عن الشجرة الأم حتى ينظر إليها كأصناف جديدة.
يمكن لمربي التفاح أن ينتج تفاحا أكثر جمودا من خلال الخلط. على سبيل المثال، كانت هناك تجربة تسمى إكسليشير في جامعة مينيسوتا منذ الثلاثينات. أدخلت هذه التجربة زيادة مضطرة في التفاح الجامد والذي تم زرعه على نطاق واسع، سواء تجاريا وفي حدائق الأكلية الخلفية في جميع أنحاء ولاية مينيسوتا وويسكونسن. وكانت أهم الأصناف التي قدمتها التجربة تفاح هاردسون، وهو أكثر التفاح زراعة في مينيسوتا، وبنسي وهين جولد وهين كريسي. تم أقلمة التفاح في الإكنادور لزراعته على علو شاهق، وبذلك يقدم محصولين في العام بسبب المناخ المعتدل طول العام. فسيلة التفاح الجذرية: تستخدم الفسيلة الجذرية للتحكم في حجم شجرة التفاح منذ 2000 عام، وربما تم اكتشاف الفسيلة الجذرية المتقازمة بالصدفة في آسيا. أرسل ألكسندر الأكبر عينات من أشجار التفاح القزمية إلى أستاذه أرسطو في اليونان، وتم الحفاظ على هذه الأشجار في ليكيان ومركز تعليمي في اليونان. أحدث فسائل التفاح الجذرية تم ترتيبها في القرن العشرين، وبدأت أبحاث كثيرة في الفسائل الجذرية الحديثة في إحدى مراكز الأبحاث في كنت في إنجلترا. في أعقاب تلك البحوث، عمل ذلك المركز مع معهد جون إنس وولد شتون لإنتاج سلسلة من الفسائل الجذرية المختلفة تقدر على مقاومة الأمراض، وبمختلف الأحجام التي استخدمت بعد ذلك في جميع أنحاء العالم. يزرع التفاح في معظم أنحاء العالم على شكل مزروع كبير لغرض التجارة والاكتفاء، وإما زراعته في الحدائق المنزلية الأثنية الخلفية للبيوت لأنه ذا ظل ووفير للجلوس تحته ولأجل ثماره. ويزرع أيضا في الدول العربية، فالتفاح اللبناني ذا شهرة واسعة لجمال لونه الأحمر وطيبة طعمه وحجمه المناسب. التفاح شجرة رئيسية في الصناعة الغذائية لأنه يضاف في العديد من الأكلات التي تنتج في المعامل، وكذلك الحلوى والمربى وغيره. التفاح شجرة تحتاج إلى كمية وفيرة من الماء والأسمدة، ويفضل تسميده بالسماد العضوي لتحسين التربة وتحسين الإنتاج. عملية التلقيح: التفاح نبات متعارض ذاتيا، فيجب خلط تلقيحه ليقدم الفواكه خلال الأزهار من كل موسم. عادة ما يقدم مزارعو التفاح المنقحات التي ستحمل حبوب اللقاح، واستخدام خلايا نحل العسل في هذا هي الأكثر شيوعا. تستخدم نحلة المايسون البستانية أيضا كملقحات تكميلية في البساتين التجارية. تتواجد النحل الطنان في بعض الأحيان في البساتين، ولكن أعداده لا تكون كافية لتصبح النحلة طنانة من الملقحات المهمة. هناك ما بين 4 إلى 7 مجموعات تلقيحية في التفاح اعتمادا على المناخ. المجموعة ألف: الأزهار المبكر أيار مايو 1 إلى 3 في إنجلترا. المجموعة باء من 4 مايو إلى 7 ماكنتوش إيديرنت. المجموعة جيم: أزهار منتصف الموسم في 8 مايو إلى 11 مايو جراني سميث كوكس أورنج بيبل. المجموعة الرابعة: أزهار منتصف أواخر الموسم من 12 مايو إلى 15 مايو. المجموعة هاء: الأزهار في وقت متأخر أيار مايو 16 إلى 18 بريرلين رينت دي أولينز. المجموعة واو وهي من 19 مايو إلى 23 في سنتان. المجموعة هاء من 24 مايو إلى 28 مايو. يمكن أن يلقح صنف واحد بصنف متوافق من نفس المجموعة أو القريبة منها، ألف مع ألف أو ألف مع باء، ولكن ليس جيم مع دال. تصنف الأنواع أحيانا بحسب يوم ذروة الأزهار في فترة الأزهار الممتدة 30 يوما، وتختار الملقحات الأنواع المختلفة بفترة تدخل من 6 أيام. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.